السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم بخير، تكونوا ذاكرتوا الفيديو اللي فات وتكونوا استفدتوا منه يا رب، وان شاء الله نكمل كورس السويتشنج ده على خير، مع انه والله بمر بفترة صعبة جدا وعندي امتحانات يعني في اكزامز كتير اوي لازم اخلصها قبل الفترة اللي جاية، لكن بحاول اظبط على قد ما اقدر وقت الفيديو ان شاء الله عشان نحب نخلص كورس السويتشنج ونبقى يعني يبقى في راوتينج في سويتشنج وان شاء الله يبقى في تي شوت قريب، لكن يلا نكمل مع بعض عشان الوقت بتاعي ضيق جدا والله، معلش اعذروني. هنتكلم النهارده ان شاء الله في الايثرنت كونسبت شابتر 3، هنشوف ايه هو الايثرنت، هنتعرف عليه يعني من البدايه خالص، ايه هي بدايه الايثرنت، ايه هي النتورك تايبس بتاعتي، في نتورك غير الايثرنت، يعني احنا طول عمرنا بنشتغل هات ادا سويتشين شد ما بينهم كابل ايثرنت او فاست ايثرنت، لا هنشوف ايه هي النتورك تايبس غير الايثرنت اصلا بسرعاته، يعني احنا في الفاست في الايثرنت في سرعات عندنا فاست وجيجا في الايثرنت الاولانيه، وبعد كده في فاست وبعد كده في جيجا وفي 10 جيجا، صح؟ إيه عندي غير نتورك الايثرنت خالص، في عندي نتورك زي ما هنشوف دلوقتي اسماء تانية مختلفه خالص ولها استخدامات، في منها لسه مستخدم، في منها اللي ما عادش مستخدم، في منها حاجه اسمها الميرجد نتورك اللي فيها اكتر من نتورك تايبس وازاي بنعمل لهم ميرج مع بعض، تمام؟ تعال نبدأ نشوف الجايد لاينز بتاعتنا اللي هنتكلم عنها في الشابتر ده. هنتكلم اول حاجه هنتكلم فيها هما توتوكس، يعني انا قسمت الشابتر 2 دايما عشان مش عايز يبقى الفيديو اكتر من 30 دقيقه 35 دقيقه بكتير قوي. ايه هي اول حاجه؟ الداتا نتورك اند باندويث ريكويرمنت، طبعا تبع النتورك بتاعتي بقدر احدد النتورك تايب بتاعتي او السرعات اللي انا مستخدمها في النتورك، وارد جدا النتورك بتاعتي يكون اقل سرعه فيها جيجا ايثرنت، يعني ده يعتبر تبع الترافيك بتاعي والسكيل نتورك بتاعتي والمسافات ما بين الديفايسز والهوستس والسيرفر فارم مثلا والهوست بتاعي، السيرفيسز والابلكيشنز اللي هتبقى موجوده في النتورك، ممكن النتورك بتاعتي تطلب فيها ابلكيشنز محتاجه باندوتس عاليه كبيره جدا، وفي نتورك ما فيهاش باندوتس كبيره جدا، يعني تختلف من الترافيك اللي عندك والابلكيشنز والخدمات اللي بتقدمها في النتورك بتاعتك، تمام؟ هنشوف الكلام ده كله، وبعد كده هنتكلم بعدها في الايثرنت تايبس، ايه هو الايثرنت وايه هي بقى التايبس بتاعته اللي تندرج تحت منه، تمام؟ تعال نشوف اول حاجه داتا نتورك اند باندوز ريكويرمنت. انا لما اعمل النتورك بتاعتي لازم ابص على اهم حاجه اللود اللي في النتورك بتاعتي، اللود الحمل بتاعي في الشبكه عامل ازاي، والسكيلينج، تمام؟ يعني الديزاين بتاعي وات ايفر ايا كان الديزاين، ببص على عاملين مهمين جدا هو اللود الحمل في الشبكه والسكيلينج هتبقى حجمها قد ايه. انا ممكن اللود بتاعي يكون قليل جدا بس مع السكيل الكبير يبقى اللود عالي، اصل الفكره يعني هو ممكن يكون اللود خفيف جدا والسيرفيس قليله لكن السكيل كبير، فبالتالي السكيل الكبير النتورك اللي بتبقى على اريا واسعه او على رينج واسعه هيبقى الترافيك فيها اصبح لود غصب عنك، يعني انت ما عندكش حاجه، طب ما بالك ان السكيل كبير كبير اصلا واللود كبير، يعني انت في حاله اللود كبير عندك وليكن عندك سيرفرات اوراكل مثلا بتخدم على سي مثلا 100,000 او 200,000 بيخدموا السيرفر ده بيخدم عليهم سواء كان داتابيز او ابلكيشن دايناميك او ستاتيك مش هتفرق، او ويب سيرفر بيأكسسه مثلا الناس كتير جدا وعليه سيرفيسز دايناميك كتير، تمام؟ وات ايفر احنا بنتكلم في حاجات خفيفه جدا، فهيبقى النتورك بتاعتي والباندوتس وازاي الترافيك بتاعي فيها هيهمني جدا طبعا الهيراركال ديزاين، يعني خلي معظمنا شغلنا في الكورس ان احنا هنشتغل هيراركال ديزاين لو اكسس لاير ديستريبيوشن لاير كور لاير. هفترض معاك ان انت لغيت قصه الترافيك خالص ما بصيت لهاش، انا انت ازاي تنقل الترافيك ما بين الاكسس والديستريبيوشن او ما بين الديستريبيوشن والكور، ونفترض ان النتورك هي ثلاث طبقات، ماشي طبقه كبيره خالص، ازاي نقل الترافيك ما بين الطبقه دي والطبقه دي، ونفترض ان الاكسس لاير كلها كانت فيها ترافيك عالي جدا، لازم ان انا باجريجيت الترافيك ده بجمعه على الطرف الاكسس لاير، والاكسس لاير متسلم للديستريبيوشن لاير، ايه هي اللينكس اللي هتبقى هنا، طب سرعتها ايه، طب القصه دي كلها ماشيه ازاي، اكيد لازم، ونفترض ان انا كان عندي لينكتين ما بين الاكسس لاير والديستريبيوشن لاير، لينكتين كده مستحيل اجمع 50 سويتش مثلا بلينكتين فاست ايثرنت، يعني مش هتمشيهم 100 ميجا في الثانيه، اسكان الناس تحت دي كلها شغاله كل واحد ب 100 ميجا في الثانيه، انت تلاقي نفسك طلعت ترافيك هنا اللود بتاعه وصل ل 100 جيجا، فبالتالي هتهندل الترافيك ازاي ما بين الديستريبيوشن
والاكسس، كذلك ما بين الديستريبيوشن والكور، الناس اللي محتاجه اعمل لهم راوتنج. هنفهم القصه دي قدام كلها شويه، هتفهم لان القصه بتغلى شويه، لكن يهمني جدا انك تكون ملاحظ معايا ان اللود والسكيلنج في الهيراركال ديزاين لازم اراعيهم، وبالتالي هراعي فيها قصه الباندوث. طيب تمام. طيب ايه هي النتورك ميديا تايبس بتاعتي؟ يعني انا في تايبس عندي في النتورك غير الايثرنت، احنا عارفين الايثرنت وعارفين اللي هي السيريال نتورك اللي هي بتاعت الوان. طيب ايه تاني يعني غيرها؟ عندي اللي هي الاف دي دي اي اللي هي الفايبر فايبر ديستريبيوشن بتاعتي، فايبر ديستريبيوشن داتا انترفيس، فايبر ديستريبيوشن داتا انترفيس، وديت نفس القصه بالظبط بس اسمها كبر بقى، عندي فايبر وديت ايه فايبر، ودي دي كبر عاديه كبر ديستريبيوشن داتا انترفيس. طيب ايه هي دول؟ معدي يعني دول على فكره يا جماعه استخداماتهم قليله جدا، حتى لو تلاحظ لك كنت تعمل كوماند شو فيلان كنت تلاقي فيه اتنين فيلانز محجوزين للاتنين دول. ما علينا. ايه هي الات ام اللي هي الاسنكرونس ترانسفير مود؟ دي شبكات الاي اس بي بيشتغل بيها كتير جدا، يعني معظم شبكات الاي اس بي او السنترال اوفيس الترافيك بتاعه بيمشي سيلز مش فريمز او باكتس. ما علينا. ده تايب، عندي تايب اسمه الايثرنت اللي احنا ده تايب اللي احنا هنتكلم فيه يعني بتاعنا في الكورس. طبعا عندي كده السونت بتاعتي اللي هي السنكرونس اوبتيكال نتورك، دي شبكات معظمها بتبقى في الوان لانها بترمي مسافات بعيده جدا وبتبقى كلها يعني انت ملاحظ القصر يعني لسه سوري الاوبتيكال بتبان انها فايبر على طول، مع انها ممكن يبقى فيها ميرجد. يعني انت بص في الاخر حاطط لك حاجه اسمها الميرجد نتوركس، يعني ده مش طيب على فكره، هو كلمه ميرجد يعني ايه ميكسد اكتر من حاجه جوا بعض. غير السونت يعني كنا ممكن برضه يا جماعه نسمع ليه في هنا سيناريو كان اسمه بي او اس باكيت اوفر سونت، لو حد فيكم شافه قبل كده يعني، زي اللي هي بوينت او بوينت اوفر ايثرنت ديت بي بي او اي ديت. يعني في كذلك برضو عندي حاجه اسمها باكيت اوفر سونت، الاس دي اتش اللي هي اس دي اتش سينكرونس ديجيتال هيراركي، برضو شبكه معدل نقل فيها معدل نقل البيانات فيها سريع جدا 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 هي السونت، لذلك بيستخدموا في السان بكثره. يعني انت شبكات السان اللي هي بتاعت الاستورج والمان المتروبوليتن اريا نتورك بيستخدموا السونت والاس دي اتش كتير جدا 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 عشان ايه السرعات العاليه، واقدر اهندل الترافيك العالي جدا والاستورج تكنولوجيز. تمام. اخر حاجه عندي للميرج نتورك، طبعا انت تقدر تعمل ميرج ايه من اكتر من طيب مع بعض، لكن طبعا ده بيبقى ده ستايل عالي جدا من الشبكات ومش يعني مش متواجد بكثره ان انت تلاقي شبكه ميرجد فيها السونت والاف دي دي اي مثلا والايثرنت والاي تي ام. صعب جدا ان صعب تلاقي اصلا يعني شخص او انتربرايز تجمع ما بين السيرفيس دي كلها الا نادرا جدا يعني. تمام. مش دي موضوعنا، تعال ننتقل للجزئيه اللي بعدها. الايثرنت ليه فضلناه؟ يعني احنا ليه اخترنا الايثرنت هو الافضل اللي هنتكلم عنه في الكورس يعني او كده، مع ان يعني السونت كويس جدا لكن لكل يعني كل واحد فيه استخداماته، لكن الايثرنت في الانتربرايز نتورك او اللي هو من وجهه نظر الانتربرايز وليس السيرفيس بروفايدر الايثرنت افضل. انا عايزك تحط معلومه في دماغك ان انت طول ما انت بتدرس كورس سي سي ام بي انت بتدرس كل التكنولوجيز من وجهه نظر الانتربرايز وليس وجهه نظر مين اسمه ايه ده الاي اس بي سيرفيس بروفايدر. ليه؟ يعني تلاحظ لما كنت بتاخد البي جي بي في الكورس في الراوتنج كنا بنقول ان البي جي بي انت بتدرسه من وجهه نظر الانتربرايز، لذلك كان البي جي بي فور شابترز. لو جيت تدرس البي جي بي من وجهه نظر الاي اس بي هتلاقي نفسك داخل في 22 شابتر، كل يعني الكتاب بتاع البي جي بي ضعفين كتاب الراوتنج. فتابعه للنتورك اللي هختارها هختار التايب بتاعتي. طب ليه هو الايثرنت بقى؟ نرجع نخلص من قصه اللي هي من وجهة نظر مين ومش وجهة نظر مين. حط في دماغك ان الكورس من وجهة نظر الانتربرايز، لذلك هتلاقي ان من وجهة نظر الانتربرايز انك افضل لك الايثرنت تايب ايا كان سرعته، مش محتاج سونت ولا محتاج اي تي ام مثلا، لان الشبكات دي مش محتاجه اي تي ام. انا هعمل اي تي ام ليه اصلا ولا عندي الديفايسز بتاعت الاي تي ام؟ تمام. طيب ايثرنت لوست كوست، تكلفته قليله جدا، انت ما بتتكلفش حاجه تقريبا يعني كلها اليو تي بي كيبلز والديفايسز رخيصه مش غاليه مقارنه بالديفايسز اللي هي بتسيرفيس على سونيت مثلا او فايبر نتورك او كده، هتلاقيها غاليه جدا. طيب السكالابيلتي يعني اقدر اعمل اتوسع في النتورك بتاعتي ايثرنت براحتي جدا. لو تلاحظ يعني انت ده دارج عندنا هنا الوصله بتاعتك بترميها ده 100 متر ارمي سويتش بعدها طلع ال 10 خطوط بعدها ارمي سويتش بعدها، ده نفسك ممكن
تمشي كتير جدا يعني. تمام، السكيلابيلتي بتاعتك واسعه جدا، هاير باندوز، ان انا عندي باندوز عاليه جدا، سرعات حلوه يعني. انت عندك في 10 جيجا ايثرنت، مع ان 10 جيجا ايثرنت ما بتمشيش كفر، بتمشي في منها كفر بس بيمشي منها فايبر في معظم الاحوال يعني. ما علينا، ماركت افيلابيليتي، متواجد بكثره، وتقدر اي حد يقدر تجيب منه ايثرنت تايبس بتاعتك، ديفايسز، كيبلز، تولز، وات ايفر، مش هتفرق معاك، فهو متواجد، مش صعب انك تلاقي. الترابل شوتينج بتاعته سهله جدا، اي حد يعرف يعمله، اي حد مختص في مجال النيتورك يعني، مش شرط انك تجيب ناس مختصه مش متواجده لديك، زي ما واجهنا في مصر هنا لما كان الكيبل اللي عندنا بتاع اللي هو الفايبر البحري اتقطع. عملنا ايه؟ فضلنا عطلانين تقريبا 14 يوم لحد ما جبنا شركه اجنبيه، لحد ما جت هنا عملوا تعاقد وبدا يصلحوا الكيبل، صح؟ لكن لو انت شغال في النتورك العاديه، كيبل اتقطع، سويتش اتحرق، اي حاجه بتقدر تغير الكلام ده كله بسرعه. تمام، طيب تعال ننتقل بقى للايثر. طيب ايثرنت تايبس، تمام، عندي ايه هي الايثرنت وايه هي السرعات بتاعته او التايبس بتاعته. اول حاجه في الايثرنت القديمه خالص، هي الايثرنت اول حاجه كانت سرعتها 10 ميجا في الثانيه. ده ايه هو اللي جنب ده؟ ده الاي تريبل كود بتاعه. ما علينا، الفاست ايثرنت كان 100 ميجا في الثانيه اللي احنا بنشتغل بيه كلنا. عندي بقى كام جيجا ايثرنت؟ 1000 ميجا في الثانيه. عندي 10 جيجا ايثرنت، 10000 ميجا في الثانيه، يعني 10 جيجا في الثانيه. تمام، طبعا دي الاكواد بتاعت الاي تريبل اي 802.3s، ستيت اس ديت يعني ستاندرد. اليوكا هتلاقيها ان هي ميرجد معاها، واخده الستاندرد و وشغاله في الليير 1 والليير 2، دي كانت شغاله الليير 1 بس. اما الزد هتلاقيها شغاله بالستاندرد، عامله ميرج للستاندرد والايثرنت فريم العادي اللي هو الفاست ايثرنت اليو، وعمل فيهم عمل ميرج للتكنولوجي كمان اسمها اي ان اس اي اكس 3 تي 11. دي تكنولوجي بتاعت فايبر تابعه للاي ان اس اي، هنشوف يعني هنتكلم في الكلام ده بالتفصيل كمان شويه، لكن يعني هي دي الاكواد بتاعتها بس تبقى عارفها يعني، جاست انك عشان ايه تبقى اوير بالقصه يعني. تمام، تعال ناخد بقى بالتفصيل مين الايثرنت، هنشرح النهارده الايثرنت والفاست والجيجا والتين جيجا، ناخد كل واحد على حده. تمام، الايثرنت بتاعنا له تو يعني تو سيناريوز كده هنتكلم فيهم، بيزك فورم، وبعد كده لو جيت عملته مع السويتشنج. يعني ايه مع السويتشنج؟ تعال نتكلم في البيزك فورم. الفورم الاصليه بتاعته ان هو ايه؟ شيرد ميديا. شيرد ميديا يعني ايه؟ ان هو نفس القصه، ان هو لو انا استخدمت الايثرنت كونسبت والديفايس اللي في النص ده كان هاب مثلا، يعني ايه؟ يعني الايثرنت كونسبت نفسه اصلا هو شيرد ميديا، يعني سند اور ريسيف، يعني هاف ديوبلكس، يعني ايه؟ ان هم الناس دي كلها في وان كوليجن دومين. يعني انت الراجل دوت 10 ميجا في الثانيه، الناس اللي على اللينك دي كلها دي مش ديديكيتد باندويدز، اللي هم شيرد في الباندويدز بتاعتي هيستخدموا ال 10 ميجا في الثانية كلهم. يعني انا عندي 10 هوست هنا، ال 10 هوست مش كل واحد 10 ميجا في الثانية، لا هما كلهم 10 ميجا في الثانية. فبالتالي كل ما السيجمنت بتاعتي اصبح عليها هوستس كتير، كل ما كانت النتورك بتاعتي كراودد، وان هي ما فيهاش ترافيك او يعني اليوتيليزيشن بتاعها عالي جدا. طبعا كلهم كوليجن دومين واحد، يعني ايه؟ لو واحد هنا في ال 10 ديفايسز حصل له كوليجن، ايه اللي هيحصل؟ لو حصل عنده دروب في البيانات او ايرورز، ايه اللي هيحصل؟ كل الناس اللي في الايثرنت ديت هتسمع الكوليجن ده ويتاثروا بيه، ويعملوا طبعا كلهم يعملوا باك اب راندوم تايم لحد ما يعملوا ري ترانزميتنج تاني، اللي هي التكنولوجي اللي اسمها ايه؟ يوزنج سيزما سي دي، عشان يحلوا مشكله الكوليجن ديت. يعملوا ايه؟ يستخدموا السيزما سي دي، كارير سينس مالتيبل اكسس كوليجن ديتكشن. طب لو في حد فيهم عايز يعمل ترانزميتنج في الايثرنت نتورك بتاعتي وحد تاني بيعمل سند، إيه لازم يعمل سنس الاول، بيشغل راندوم تايم يعمل سنس، يشوف الكارير بتاعي فري او بيزي. فري يبعت بيزي يعمل راندوم تايم، بعد كده يعمل سنس مره ثانيه. شيرد بقى، شيرد باندوتس خلاص اتكلمنا فيها، بيوفر كام ميجا في الثانيه؟ 10 ميجا في الثانيه، 10 ميجا في الثانيه بس شيرد كمان، يعني مقسم على الناس اللي موجوده. لو سكيلابيلتي ما اقدرش اعمل فيها سكيلابيلتي عاليه جدا، ليه؟ كل ما النتورك بتاعتي تزيد هيبقى عندي انفيشنت باندويت. ازاي؟ تخيل النتورك بتاعتك فيها مثلا يجي 100 هوست، تمام؟ ال 100 هوست دول بيشيروا شير في 10 ميجا في الثانيه، تمام؟ اكيد لما يجوا يكلموا في السيرفر، يكلموا سيرفر هنا، تخيل كده 100 هوست بيتكلموا كلهم بيكلموا ب 10 ميجا في الثانيه، فبالتالي صعبه جدا. فكان حلها انك تعمل ايه؟ تقسم النتورك بتاعتك سيجمنت، تمام؟ يا اما تقلل عدد الهوست بتاعت في النتورك. طبعا بيشتغل الديفولت مود بتاعه هاف ديوبلكس، بيشتغل في ايه؟ هاف ديوبلكس اللي هو سند اور
receive at the same time. ده كده البيزك فورم بتاعت مين؟ الايثرنت كونسبت، يعني كلمه يعني مفهوم الايثرنت عامه بغض النظر الديفايس اللي كان شغال بايه. طب لو انا جيت خدت كونسبت الايثرنت دهوت مع السويتشنج بقى، يعني في جوه يعني خليته سويتش تمام كده، الايثرنت هيعمل لي ايه؟ الايثرنت قال لك انا يعني في حال هو اشتغل مع سويتشنج الايثرنت هيعمل ايه؟ هيشتغل ديديكيتد باندوز تمام؟ ديديكيتد باندوز every port its own collision domain، يعني كل بورت عندي ذا collision domain، يعني فاهم يعني طبعا فاهم بقى قصه سويتش كان بيشتغل لير 2 وبيفهم ماك ادرس والكلام ده كله. قال لك بيوفر كمان ايه؟ فول دوبلكس، يعني انا لو خليت الايثرنت بتاعي جوه في السويتش بتاعي اشتغل ايثرنت هيشتغل فول دوبلكس، بس الديفولت بتاعي ايه؟ هاف دوبلكس وليس فول دوبلكس تمام؟ يعني مش هقدر اشتغل بيه الا فول دوبلكس، سوري هشتغل بيه هاف دوبلكس هو ده الديفولت، لكن لو اللي قدامي بيسبورت فول دوبلكس على الايثرنت هشتغل فول دوبلكس تمام. بيستخدم كيبلز اليو تي بي اللي هي الانشيلد تويستد بير، الكابلات اللي احنا عارفينها كلها، بيستخدم الكات 4 عامة عشان يشتغل، يعني الكيبل بتاعته اسمها 10 بيز دي، يعني ال 10 ديت يعني 10 ميجا في الثانيه، البيز هو ان هو فاست ايثرنت اللي هو البيز دي تمام، سوري اللي هو الايثرنت. ال 100 ميجا سوري دي 100 متر ماشي، المسافات بتاعته الماكسيمم بتاعته 100 متر، ويفضل انك ما تستهلكش ال 100 متر كلهم، لا انت مثلا خليها قبلها، لان كل ما المسافه زادت كل ما في التشويش على الاشارات والاعتراضات اللينكات بتاعتنا والحاجات دي كلها تاثر عليها، وطبعا الباندويتس بتاعتها تضعف. اضافه ان انت عندك مثلا جوده السلك اصلا ما هيش بيور 100%، فبالتالي هتواجه صعوبه انك ترمي ال 100 متر كلهم، فبتلاقي نفسك محكوم من 70 ل 80 متر تمام. بيشتغل في الاكسس لاير، ده الريكومندد بتاعه. يعني ايه الاكسس لاير؟ اتفقنا ان احنا عندنا حاجه اسمها الهيراركال ديزاين، ان انا عندي الاكسس لاير السويتشات اللي هي بتطلع للهوستس كلها، نفترض دي الاكسس لاير اهي، ده الايدج اللي بيواجه الهوستس تمام، ده يطلع الهوستس اهوت كده في النتورك بتاعتي. نفترض ان هي شركه في كل دور سويتش، كل سويتش هيطلع لمين؟ لهوستس عنده. اللينكات ديت بتبقى ايثرنت. هتقولي طبعا ما انا عندي الفاست ايثرنت هستخدم الايثرنت ليه؟ انا بشرح لك دلوقتي الكونسيبت بتاع الايثرنت، مش بقول لك يعني انا هشرحها لان لسه ما نزلش، فبالتالي لما اجي استخدم اللينكات دي هستخدم ايه؟ الايثرنت في الاكسس لاير، لان ما اقدرش استخدمها في الديستريبيوشن او الكور، لان 10 ميجا في الثانيه يعني انت كده في موت في الاحتقان كبير جدا في النتورك بتاعتك. قال لك لما الايثرنت بتاعي بيشتغل في الفول ديوبلكس مود بتاعي بيبقى الثرو اوت بتاعه كام ميجا في الثانيه؟ 20 ميجا في الثانيه. ليه 20؟ ما انت عندك السند بتاعي 10 ميجا والريسيف 10 ميجا فديديكيتد، فبالتالي اقدر اقول ان الاجمالي كله المخرج الكامل 20 ميجا في الثانيه في حال ان هو اشتغل فول ديوبلكس تمام. تعالى ننتقل بعدها للفاست ايثرنت تمام. الفاست ايثرنت هو تطوير ومرحله بعد الايثرنت بيشتغل، يعني الايثرنت كان بيشتغل في لير واحد، ده اصبح بيشتغل في لير واحد اللي هي الفيزيكال والداتا لينك، وبقى بيتعرف على الماك ادرس او الميديا اكسس كنترول. بقى بيوفر ديديكيتد باندوث، هو كمان يعني ده باي ديفولت بقى، مش هو مش شيرد ميديا، وكان لو شغلنا مع حاجه لا هو الفاست ايثرنت كده كده ديديكيتد باندوث. اكيد طبعا يعني قصه الكوليجن سيزم والحاجات دي كلها موجوده، بس طبعا كل بورت هو اتس اون كوليجن دومين سويتش، هو الفاست ايثرنت كله كل واحد هياخد ديديكيتد باندوث بتاعته. فول دوبلكس اشتغل ران في الفول دوبلكس تمام، يعني ايه فول دوبلكس؟ سند اند ريسيف ات ذا سيم تايم، بس ده برضه مش الديفولت بتاعه، هنشوف ان الديفولت بتاع الفاست ايثرنت هو الهاف دوبلكس ليس فول دوبلكس، لكن هو بيشتغل فول دوبلكس. الريكومندد بتاعي ان انا اشغلها في الاكسس لاير تمام، ان انا اشغل اللينكات بتاعتي ديت في الاكسس لاير، لانه بيوفر 100 ميجا في الثانيه، انت 100 ميجا في الثانيه دي افضل ان الاكسس لاير. بص الاكسس لاير بتاعتنا اهو، انا هون افضل ان انا استخدم ايثرنت ولا اللينكات دي كلها كده استخدم اللينكات دي كلها فاست ايثرنت 100 ميجا في الثانيه تمام. طب لو انا مع يعني طب هتقولي طب اللينك لما انا استخدمت دي كده وكان عندي الايثرنت استخدم ايه هنا؟ وليكن ده كان عندي اهوت كده 2 مالتي لاير سويتش، ده الهيراركال ديزاين بتاعي، ده اللي هو الديستريبيوشن لاير عامله كده ماشي، ودي عامله كده برضه هتبقى عامله كده، ودي بيبقى عامل كده. اللينكات اللي طالعه من الاكسس راحه للديستريبيوشن دي تبقى لينكات ايه؟ ما اكيد دي بتجمع مجموعه هوستس كتيره، ترافيك كتيره قوي بتبعتها لمين؟ للراجل ده صح؟ فبالتالي محتاج ايه؟ ترافيك عالي صح؟ او
لينكات سريع، فانت ما عندكش، انت لحد دلوقتي ما تعرفش لينكات اسرع، فلو ما عندكش لينكات اسرع هتستخدم برضو الفاست ايثرنت فين؟ في الديستريبيوشن لاير، لانه افضل من ان انا استخدم اقل، او لو انت استخدمت هنا ايثرنت تستخدم فوق فاست ايثرنت، او تخلي الاثنين فاست ايثرنت. وهقول لك في حاله الاثنين اللي فوق دول ممكن تعمل ايه، بحيث انك تجمع السرعتين ده هم ويديك سرعه عاليه عن طريق حاجه اسمها الفاست ايثر شانل، هنشوفها كمان شويه. بعد كده الراجل ده بيسبورت حاجه اسمها باكورد كومباتيبلتي. يعني ايه باكورد كومباتيبلتي؟ يعني بيسبورت الهاف دوبلكس اللي هو اللي قدامي اللي كان ورايا، طيب اضافه لايه؟ للايثرنت بتاعي. يعني هو لو انا راجل اهو بشتغل بفاست ايثرنت وقدامي حد بيشتغل بايثرنت، انا هشتغل معاه ايه؟ هشتغل معاه ايثرنت عاديه جدا. هشتغل مع ايثرنت عادي. طب لو هو بيشتغل فاست ايثرنت هشتغل معاه فاست ايثرنت، ودي عن طريق حاجه اسمها النيجوشيشن، هنشوفها دلوقتي ونفهم النيجوشيشن دي بتعمل ازاي. في نيجوشيشن بتتم على السبيد، وفي نيجوشيشن بتتم على الفول او الهاف ديوبلكس بتاعتي اللي هي الديبلكستي. تمام. وذلك بنسمع كلمه 10 ميه لما حضرتك تروح تشتري كارت او كارت نتورك انترفيس كارد او سويتش، يقول لك انا عايز سويتش 10 ميه او 10 ميه 1000. يعني ايه الكلمه 10 ميه ديت؟ يعني هو بص بيشتغل ايثرنت هايت، ال 10 دي يعني ايثرنت، وال 100 دي يعني فاست ايثرنت. انا لو انا شغال فاست ايثرنت باوفر سرعه 100 ميجا في الثانيه، قدامي شغال 10 ميجا في الثانيه، انا هشتغل معاه 10 ميجا في الثانيه اندر كونديشنز. يعني ايه؟ تحت شروط ان انا اصلا لازم اكون عاملها كونفيجر قبل كده انها تشتغل بالسيناريو دوت. ايه هو السيناريو بقى؟ اللي هو حاجه اسمها النيجوشيشن، تمام، او نيجوشيتنج سبيد اند ديوبلكس مود. اي اثنين ديفايس لما بيجي يشتغلوا مع بعض بيعملوا ايه؟ نيجوشيشن في الاول، نتفق على السبيد وعلى الديوبلكس مود بتاعتي. يعني انا هشتغل بفول هاف ديوبلكس، هقول لك ان انا هشتغل بهاف ديوبلكس، لو انا هشتغل بفول هقول لك هشتغل بفول عشان نشتغل زي بعض. طب الاوتو نيجوشيشن ده بيجي منين؟ لازم انا اكون مكونفيجر البورت بتاعي على الاثنين ديفايس للحاجه اسمها الاوتو نيجوشيشن مود. اوتو نيجوشيشن مود بالنسبه للفول ديوبلكس وبالنسبه للسبيد. يعني فرضا انا بشتغل 100 ميجا في الثانيه، فانا هبعت سرعات، هبعت ترافيك بسرعه 100 ميجا في الثانيه، ده هيستلم بسرعه 10 بس، صح؟ فبالتالي هيحصل عندي ميس ماتش في السبيد، هيحصل عندي كوليجن واحده كونجيشن في النتورك، لان مش هيقدر يهندل الترافيك. طب لو انا ببعت بفول ديوبلكس وهو بيستلم بهاف ديوبلكس، هيحصل عندي كوليجنز وهيحصل ميس ماتش في الايه؟ في الديوبلكس مود، فبالتالي النتورك بتاعتي هيبقى فيها مشكله. فلكن لازم اكونفيجر الاثنين بورتس دول. لو انا عملتهم كونفيجر لحاجه اسمها الاوتو نيجيشيشن، المود بتاعنا اسمه اوتو نيجيشيشن، يعني هيعمل ايه؟ الراجل ده قبل ما يبدا يبعت مع السويتشين دول يجي يبعتوا مع بعض، هيقوم باعت الكتريكال سيجنال في اللاين، تمام، ما بينهم. الالكتريكال سيجنال دي بيتفقوا فيها على السبيد بتاعته. انا هقول له انا بشتغل ب 100 ميجا في الثانيه، لو هو بيشتغل ب 100 هيقول لي انا بشتغل ب 100. طب لو هو ما بيشتغلش ب 100 هيقول لي انا بشتغل في الالكتريكال سيجنال ب 10، صح؟ يبقى انا لازم اريديوس السبيد بتاعتي واشتغل ب 10، لان انا عندي باكورد كومباتيبلتي اشتغل بيها مع اللي قبلي، تمام. كذلك الديوبلكس بتاعتي هاف اند فول نفس القصه، هيعملوا ايه؟ في الاكستشينج انفورميشن بيتفقوا على الجزئيه ديت، بس اللي طبعا مش هيقدر قصه الاوتو نيجوشيشن لازم تكون السبيد والديوبلكس معمول لها ايه؟ اوتو نيجوشيشن. الكونفيجريشن نشوفها ان شاء الله الفيديو الجاي في الجزء الثاني من الشابتر ده، تمام. طيب اخر حاجه بنقولها في المواصفات بتاعت الفاست ايثرنت، يعني ان هو بيسبورت حاجه اسمها الفاست ايثر شانل. يعني ايه فاست ايثر شانل؟ ان هو بيقدر يعمل، انا عندي سويتش اهو كده، هذا وليكن ده سويتش في الاكسس لاير، تمام، وعندي سويتش فين؟ في الديستريبيوشن لاير، وعندي مثلا وليكن في 100 هوست هنا بيعملوا ترافيك، بيجنريت ترافيك، وانا عايز افورورد الترافيك ده للديستريبيوشن لاير، فاكيد لينكه فاست ايثرنت مش هتهندل الترافيك ده، صح؟ او هتبقى صعبه شويه. قال لك وانا ممكن اقوم جايب لينكه اثنين كده، ثلاث لينكات، ماشي، ده السويتش بيعوض ثلاث لينكات من السويتش ده. هتقول لي بس كده؟ ايه طبعا هستخدم الثلاث لينك دول في نفس الوقت. هتقولي خلاص كده يا باشمهندس معاذ بدا يخرف رسمي، لانه نسى ان في حاجه اسمها سبانينج تري. بتعمل ايه؟ مفيش ما بين السورس والديستنيشن الايه اكتف بورت واحد بس، صح؟ في حاله الفورورد. قال لك لا، ما انا لو انا استخدمت فاست ايثر شانل، فاست ايثر شانل يعني ايه؟ بعتبر الثلاثه بورت دول اسمها قناه. يعني هعمل بص هحط دول كده في بندل واحده، والثلاث لينكات دول يبقوا لينكه واحده. يبقى انا هفورورد بكام لينكه؟ بكام ميجا في الثانيه؟ 300 ميجا في الثانيه، تمام. طب انا عندي دي هعملها الشانل دي، طبعا ليها شابتر كامل هنتكلم فيه في الايثر شانل. بتسبورت لحد كام؟ يعني ممكن اجيب 10 لينكات مثلا؟ لا، قال لك انت اخرك كام لينكه؟ 8 بس، 8 جوه الايثر شانل، يعني الشانل البندل الواحد يبقى جوه 8 لينك عشان يفورورد الترافيك، تمام. يبقى انا ممكن اجيب 8 لينكات احطهم في بندل يعتبروا لينكه واحده. طب وعندي 8 لينكات ثانيه في بندل ثانيه؟
كده السبانينج تري يشغل باندل ويوقف الثانيه. تمام، يعني ايه؟ هيشغل واحده ويوقف الثانيه، لانه بيعتبر الثمان لينكات دول حاجه واحده. تمام، طيب ان بما ان الفاست اس ان بيشتغل عندي فول ديوبلكس، يبقى هو بي 100 ميجا في الثانيه. في حاله الفول ديوبلكس هيشتغل 200 ميجا في الثانية اذا ثرو اوتبوت، يعني ايه؟ الاخراج بتاعه كله او المخرج بتاع البيان بتاعته في السند اند ريسيف 200 ميجا في الثانية. يبقى لو طبقت الكلام ده على الايثر شانل بتاعتي اللي هم 4 لينك مثلا 4 لينكس، يبقى هم بس الثرو اوتبوت بتاعهم كام؟ 800 ميجا في الثانية، لان الرايح بتاعهم 400 والراجع 400 يبقوا 800. تمام، ده كده من مواصفات مين؟ الفاست ايثرنت. تمام، تعال نشوف الكيبلنج بتاعتي او الكيبلز بتاعتي اللي بستخدمها، وبترمي مسافات قد ايه، او هي اوفر كابر ولا اوفر فايبر اوبتكس. طبعا الفاست ايثرنت بتاعي ممكن يشتغل من اول كات 3 لحد كات 5. تمام، لكن بما ان ما عادش في حد بيشتغل بكات 3 اصلا، يعني هو اصلا ما عادش متواجد في السوق، كل موجود دلوقتي اما كات 4 اما كات 5، لكن ما علينا، يعني هو كات 3 اما كات 4 اما كات 5. تمام، طب يوم افضل هو كات 5 اكيد، لان الكواليتي بتاعته بتبقى افضل. تمام، طيب اهو انا عندي، كان لو تفتكر كان احنا عندنا في ال 10 اللي هو الايثرنت 10 ميجا في الثانيه كان اسمه 10 بيز تي، هنا 100 بيز تي اكس. تمام، ده ايه؟ بيستخدم كابل ال 5 دي فيتشرز بتاعتها، يعني انا عامل لها كابي انت بيست بس من الكتاب. طب بترمي من ايه؟ بترمي 100 متر. الكاتيجوري اللي هو البيز تي 2 بيرمي ايه؟ 100 متر برضو، ولكن بسبورت، يعني لو انت تلاحظ التي اكس بيشتغل على كات 5 بس، اما التي او التي 1 والتي 2 بيشتغلوا على من اول كات 3 لحد الكات 5 عادي جدا. طيب في عندي اللي هو التي 4 طبعا بنفس القصه بس تختلف في البيرز بتاعتي، وبنفس بيرمي نفس المسافه بتاعتي. اما الاف اكس على طول هو فايبر، سواء كان مالتي مود او سنجل مود. عندي المالتي مود دايما بيرمي مسافه صغيره، اما السنجل مود بيرمي مسافه اكبر. يعني ده قواعد ايه لو انت اعرفها، بس لازم تبقى اول بيها وهتيجي معاك بالتدريج لو انت يعني بتعمل ديزاينز كتير او نتوركس كتير امبلمنتنج نتوركس، هتلاقي نفسك قصه الكيبل زي بقيت اول بيها بسرعه جدا. يعني تمام، يعني ده لازم، يعني ده كان ملخص عن قصه الفاست ايثرنت، لازم عارفينه. ممكن تكون في معلومات كنت انت عارفها عن ايثرنت او ما تعرفهاش، يعني انت كده ايه عرفت الجزئيه دي. تمام، طيب قصه الاوتو نيجوشيشن اللي كنا بنتكلم فيها، ازاي بقى الديفايس ده كده بيتفاوض مع الديفايس اللي قدامه على الكتراك، بيرسل الكتريكال سيجنال للراجل اللي قدامه ده عشان يتفاوض على الجزئيه ده. تمام، قال لك عندنا كل سرعه والديوبلكس، الديوبلكس بتاعتها ايه؟ برايورتي. تمام، رقم، ده رقم البرايورتي بتاعتها بيبعتها له. طبعا كل واحد بيفضل البرايورتي الاعلى، هايست برايورتي از ذا بيست. تمام، كل الكيبلز اللي احنا شفناها هيت مع بعض اهي، تمام، مع بعض هنا وكده. طبعا لو في عندي لينكات اعلى في جيجا ايثرنت مثلا، هتلاقي ان البرايورتي بقت اعلى من الجزئيه دي. طبعا كل ما البرايورتي اعلى بتبقى افضل. تمام، تعالى بقى ننتقل بعد كده للجيجا ايثرنت. تمام، ايه هي الجيجا ايثرنت؟ طبعا بنقل بسرعه كام؟ بنقل بسرعه 1000 ميجا في الثانيه، يعني 1000 ميجا في الثانيه 1 جيجا في الثانيه. تمام، ده حاجه كويسه جدا ان هو هيشتغل بسرعه عاليه جدا. تمام، مبدئيا ده كان الكود بتاعه اللي هو 802.3 يو، اللي هو ناتج من مايجريشن الستاندرد بتاعت الايثرنت العاديه خالص، اللي بتاعت الايثرنت العادي، اضافه لتكنولوجيا جديده من الاي ان اس اي اللي هي الاي امريكان ناشونال ستاندرد انستيتيوت، عملت تكنولوجيا اسمها X320T11 فايبر شانل، بتعتمد على حاجه اسمها الفايبر شانل. دي تكنولوجيا اي ان اس اي، بص اي ان اس اي، اي ان اس اي طبعا حاجه، دي تكنولوجيا عملنا مايجريشن ليها. طبعا الكلام ده بيتم في لاير 1 اند لاير 2، لان انت عندك الايثرنت اصلا شغال بالماك ادرس، فبالتالي انت مش هتواجه مشكله في الجزئيه دي. هو عمل بس مايجريشن لاكتر من تكنولوجيا مع بعض، اضافه ان هو يعني هو بص سبورت والبريفيس فيتشرز في ستاندرد ايثرنت العادي، اضافه يعني كل الفيتشرز اللي كانت موجوده عندك في ال في اسمه ايه ده في الايثرنت العادي والفاست ايثرنت موجودين، اضافه لحاجه اسمها اوبتيكال كومبوننت، ان انت اصبح عندك سبورت الاوبتيكال كومبوننت، ليها عمليه سيرياليزيشن وانكودنج وديكودنج. طبعا قصه اللي هي كيبلنج والفيتشرز بتاعتي ازاي اصلا كفيزيكال كونكشنز، يعني تمام، دي فيتشرز اصبحت موجوده فين؟ في ال
في الجيجا ايثرنت. تمام. طيب بعد كده عندي حاجه اسمها الجيجا بت اوفر كفر. يعني ايه جيجا بت اوفر كفر؟ بتاعتي انت لو احنا جبنا هنا الجيجا ايثرنت كيبلز بتاعتي، في منها هتستخدم على اليو تي بي، ومعظمها ان انا هستخدم مين؟ الفايبر اوبتيك، تمام، لان سرعات عاليه فمحتاج ايه؟ فيزيكال ميديم انقل فيه البيانات بسرعه، وانسب ميديم هو ايه؟ هو الفايبر اوبتكس بتاعتي. فبالتالي عشان كده قلت لك ان في اصبح حاجه اسمها اوبتيكال كومبوننت. لكن كذلك عندي على فكره جيجا ايثرنت على الكفر، يعني جوه السلوك العاديه، والكود بتاع اللي هو 1000 بيس دي اللي هو على الايثرنت العاديه خالص، كيبل يو تي بي، بس لازم يبقى كات 5، ما اقدرش استخدم معاه كات 4. كات 5 هو الانسب الوحيد اللي ينفع ينقل لي البيانات دي. تمام. شوف الكيبلين كمان شويه بيشتغل في الاكسس لاير والديستريبيوشن. ما بين الاكسس لاير والديستريبيوشن لاير ده انسب حاجه له. يعني انا عندي اتفقنا كانت لينكت الاكسس كلها تحت، انا بجمع الناس دي كلها وابعتها للديستريبيوشن لاير، فبالتالي اللينكه ديت يفضل انها تكون ايه؟ جيجا ايثرنت. يعني لو رجعنا في الشكل اللي ورا ده، ماشي، اللي هو كان احنا بنجمع من الاكسس للديستريبيوشن، كان يفضل ان اللينكه دي تبقى جيجا. وتخيل بقى انا عملتها ايه؟ ايثر كمان. تمام. جيجا ايثر تشانل، لانه بيسبورت اهوت ايه؟ جيجا ايثر تشانل. يعني ايه؟ تخيل ما بين الاكسس والديستريبيوشن لينكتين، وقمت حاططهم في بندل. تمام. قاموا عاملين ايه؟ لينكتين مع بعض 2 جيجا، 2 جيجا في الثانيه. تمام. طب اضافه ان هو بيشتغل فول ديوبلكس، يبقى الثرو اوت بتاعه كام؟ 4 جيجا في الثانيه. بيسبورت كذلك لحد 8 جيجا في تشانل واحده. يبقى التشانل واحده تخيل كده ما بين الاثنين دول ب 16 جيجا في الثانيه. رقم يعني رقم كبير جدا، كويس جدا. اضافه انا ممكن استخدمه في الاكسس لير، اكسس لير لوحده جدا. تخيل معايا ان في سويتش اهوت في الاكسس لير، وعندي سيرفر هنا بين الترافيك كبير جدا، يعني انت الترافيك ده ما بينه وما بين السويتش يعني حاجه كبيره جدا. فبالتالي اللينكه دي ممكن ما اعملهاش فاست ايثرنت، ممكن اعملها جيجا ايثرنت. ده اكسبشن مثلا في الاكسس لير، وات ايفر، انت مش مجبر على حاجه. يعني مفيش ستاندرايزيشن في الجزئيه ديت، هقول لك الريكومندد بتاعه يعني، لكن اقدر استخدمه في اي مكان. ممكن لو النتورك بتاعتي معايا فلوس كتير كويس، والنتورك بتاعتي الفاندز بتاعتها عاليه وديزاين اوبتمايزد كويس، ممكن امشي اكسس لير كلها جيجا ايثرنت. وبالتالي يعني هتختلف بس ايه في الكوستس بتاعتي وانا بامبلمنت النتورك بتاعتي، لان ديفايسز وفيزيكال وايرد والحاجات دي كلها هتكلفني. تمام. اضافه ان هو بيشتغل في الفول ديوبلكس بتاعي، يعني هو شغال فول ديوبلكس، فبالتالي ايه بيقدر يشتغل مع اللي قدامه باوتو نيجوشيشن. يعني هذا ديفايس هو بيتكلم مع ديفايس، بيشتغل مع اوتو نيجوشيشن. لو اللي قدامي شغال فاست وانا شغال جيجا، هشتغل فاست زيه. يعني انا عندي باكورد كومباتيبلتي مع اللي قبلي، كذلك لانه يسمى ساعات تسمع كلمه 10 100 1000. تمام. يعني نسمعها كتير لو انت رحت تشتري سويتش كده، او ممكن تلاقيها مكتوبه على كارت النتورك 10 100 1000. ده معظم الكروت مثلا اللي هو بينزل في الجي 41 والبي 41 والكلام ده كله، كارت النتورك بيسبورت ايه؟ ينقل لحد 1000 ميجا في الثانيه. تمام. بس لازم طبعا لو انا هنقل ب 1000 ميجا في الثانيه كهوست هنا، لازم طبعا السويتش اللي قدامي يكون بيسبورت 1000 ميجا في الثانيه، البورت اللي قدامي. تمام. او العكس، ده هينقل ب 1000، لازم يكون البورت اللي في الهوست بيسبورت الكلام. تمام. والكلام خلاص ان هو بيبروفايد جيجا ايثر اتش. تمام. تعال نشوف الكيبلز بتاعتي. بيشتغل مع الكاتيجوري 5S، يعني انت ما تقدرش تستخدم كات 3 ولا كات 4 ولا اي حاجه من دول. اما بعد كده هتستخدم ايه؟ الفايبر اوبتكس بتاعتي، سواء كان سنجل مود او مالتي مود. طبعا زي ما اتفقنا ان السنجل مود بيرمي مسافه اكبر تبع الترددات بتاعته، طبعا النانوميتر بتاعي. طبعا قصه الفايبر اوبتكس بتاعتك يعني انت ما تشغلش بالك بيها في الكورس دوت، انت بس ايه اعرف المصطلحات بتاعتها، لكن مش هتبقى عمليه بحته في حياتك جدا. يعني اللي بيهتم بقصه ان في قصه الفايبر دي بيبقى لها اخصائيين فايبر اصلا، انت لما تيجي تعمل امبلمنت في النتورك هتستدعي اخصائي فايبر، وليس انت مش هتعمل اي حاجه. انت ممكن تختار الديزاين بتاعك وتشوف الانسب وكل حاجه، لكن اخصائي فايبر هو اللي بيعمل كل حاجه. تمام. ده الكيبلز بتاعتي. تعال ننتقل لل 10 جيجا ايثرنت. ده طبعا اعلى من الجيجا ايثرنت، لانه بينقل بكام؟ ب 10 جيجا ايثرنت، يعني سرعه كبيره جدا، 10 جيجا في الثانيه. لو هو طبعا اول حاجه لازم اعرفها ان هو اوبريتس اونلي ان فول ديوبلكس، ما بيشتغلش الا فول ديوبلكس، يعني ما عندوش قصه بقى الاوتو نيجوشيشن والكلام ده كله، ما بيشتغلش الا ايه؟ فايبر. ما تقدرش، مش هتلاقي له، ما بيشتغلش على الكات خالص، يعني لازم ده يجيب له فايبر. ولازم طبعا بيبقى له حاجه في الديفايس بتاعتي، حاجه اسمها اللي هو فايبر ديبندنت ميديوم بتاعي، الانترفيس بتاعي بيبقى انترفيس خاص بالفايبر، بستلم عليه فايبر. الفايبر بتاعي متقسم جوه الفيزيكال لاير بتاعتي لاثنين تايبس، يمكن استخدم ال 10 جيجا ايثرنت في لان، يا اما استخدمها
في وين، تمام؟ يعني استخدمها في انهي في وين. ممكن اللان في النتورك بتاعتي في اللوكال اريا نتورك بتاعتي، وليكن هو وليكن من الديستريبيوشن للكور، هعمل لينك 10 جيجا مثلا، تمام؟ او للديستريبيوشن حاجه اسمها السيرفر فار. يعني لو انتوا حد فيكم فاهم شاف ديزاينز بس كتير، عندي حاجه دايما في الديستريبيوشن اسمها سيرفر فار، هنشوفها كمان شويه ان شاء الله في شابتر 7 تقريبا لما نيجي نتكلم عن هيراركال ديزاين. مش متذكر اسم رقم الشابتر يعني، لكن هناخد الهيراركال ديزاين بالتفصيل وكل كل لاير فيها ايه. هيبقى عندي حاجه اسمها السيرفر فارم. السيرفر فارم ديت منطقه بيتحط فيها كل السيرفرات النتورك بتاعتي، معظم السيرفيس بتاعتي بتتحط فيها، فبالتالي لازم الترافيك منه الى السيرفر فارم يكون عالي جدا. فبالتالي يفضل ان انا ممكن استخدمها 10 جيجا ايثرنت. طبعا 10 جيجا ايثرنت ممكن احطها جوه 10 جيجا ايثرنت شانل برضه لحد 8. يعني تخيل هتسند ب 80 وهتستقبل ب 80، يعني 160 جيجا في الثانيه. يعني لو انت حطيت باندل فيها 8 جيجا يعني، بس تخيل كده باندل كلها فايبر اوبتيك، فبالتالي هتبقى الكوست بتاعها يعني كوست جبار يعني، تمام؟ معظم الكيبلز بتاعتي لو انت ملاحظ ان هي كلها فايبر، لانها ايه؟ فايبر ميديم ديبندنت، يعني ايه؟ مش هتقدر ايه؟ تتكلم فيها خالص بكابلات كات خالص، انت مع ان عندك في كابل كبر اهوت ماشي اللي هو السي اكس 4، بس بيتعمل له حاجه اسمها كونكتورز، وبيبقى ليها قصه كبيره قوي كده. لو انت عملت عليها سيرش على ويكيبيديا هتوه، انا انت هتوه جامد. عمري ما شفت حد شغال 10 جيجا ايثرنت على كابل كبر نهائيا، يعني مفيش، ما شفتش خالص كبر نهائي، لكن كله بيبقى شغال على الفايبر بتاعتي. طيب ايه يعني؟ عشان برضه اعطاها ملحوظه في الكتاب، عندي في ال 10 جيجا بالذات في الويفز بتاعتي في الفايبر اوبتكس، عندي حاجه اسمها شورت ويف واللونج ويف، تمام؟ شورت او لونج ويف، يعني انت الكيبل بتاعك يا اما يبقى شورت ويف يا اما لونج ويف. كذلك عندي ار يعني لان، دبليو يعني وين، تمام؟ وين يعني وين، تمام؟ كذلك ال اكس ما بيشتغلش الا في اللان بس، مع انه مكتوب عليه ال اهوت، سوري مكتوب عليه دبليو، ما بيشتغلش الا في الوان بس، تمام؟ ما علينا، دي كانت ملخص سريعا كده عن الكيبلز بتاعت ال 10 جيجا ايثرنت. طبعا دي المسافات اللي بترمي بيها. زي ما قلت لك انت مش اخصائي تركيبات، في اخصائي تركيبات دايما هو اللي بيجي يعمل القصه ديت. لو انت ديزاينر بقى، لو انت في الديزاين يعني، انت مهتم باختيار الكيبل بتاعك، ويفضل انك مثلا تكون تكنيكال فاهم بس القصه ماشيه ازاي، لكن اخصائي الفايبر بيجي يعمل كل حاجه، انت ما بتتدخلش فيها خالص، بل بالعكس انت ممكن بس يعني ايه تعدل عليه في حاجه، ان ممكن الاختيار ده يبقى افضل، لا انا هستخدم الكيبل ده افضل، لان انت من وجهه نظرك انت اللي عارف النتورك بتاعتك وبتاع تركيبات، هو مش هيجي يبص على الديزاين بتاعك. وغالبا الديزاين يعني انت لما تيجي تعمل ديزاين النتورك بتاعتك، الجهه البارتنر بتاعك او البروفايدر بتاعك اللي اداك الديزاين ده، هو اللي بيكون اداك الديزاين دوت كاملا بالكيبلز بتاعته، جاست ان انت تركب. وكمان ممكن يكون الديزاينر بتاعك اللي اداك الديزاينر هو الامبلمنتور بتاعك، هو اللي يجي يركب لك كل حاجه، فبالتالي انت ما دخلتش في حاجه. ده لو في حال انت بقى تهتم بجزئيه ديت، لو انت اهتميت بكورس الديزاين، تمام؟ ده كده كان الجزء الاولاني من شابتر 3. اتكلم في جزء نظري بحت جدا، كله بيعرفك المعلومات، مراجعه على حاجات، بيضيف لك حاجات جديده مهمه جدا. المعلومات النظريه ديت ما تستهنش بيها يعني، هتفيدك كتير، يبقى فيها تراكس كتير يعني، تمام؟ هنشوف الشابتر الجاي ان شاء الله، هنتكلم في الجزء الثاني من شابتر 3. معلش اعذروني لو كان الفيديو بس بيتاخر شويه، لان فعلا الفتره الوقت ضيق جدا، وشغلي مش عاطيني فرصه حتى ان انا اخد وقت ان انا اسجل فيه، اضافه ان ساعات بس ذهني بيروح لاكتر من حاجه وانا بشرح والله، فاعذروني للجزئيه ديت، لكن هنحاول على قد ما نقدر ان شاء الله ان الفيديو يطلع كويس من غير اخطاء زي ما عملنا الكورس، تمام؟ اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، ولو في اي حد عنده اي استفسار يعني يكلمني وانا ان شاء الله هرد عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.